سؤال واحد، يعني يمكن أكثر الأسئلة تجيني هو موضوع الحالات النفسية هذه، الاكتئاب، القلق، الرهاب، الرهاب الاجتماعي، الخوف. نعم الرهاب الاجتماعي شيء منتشر دكتور بشكل مو طبيعي، صحيح صحيح. هل في شيء علاج لهذه المواضيع يا دكتور؟ نعم، شوف بالنسبة للي عندهم اكتئاب، اللي عندهم قلق، توتر، مثلا نفرض أن عنده امتحان وخايف مضطرب، سواء امتحان سياقة مثلا، بيروح بيسوي عملية جراحية خايف، بيروح عند طبيب أسنان خايف، تعرف حالات القلق التوتر التي حق الإنسان، بالليل ما يعرف ينام كثر الأفكار التي لا زين، سوي له شاي بسيط من البابونج واللافندر، نسبة الخلط 1:1، يعني مثلا قفشة وسط من البابونج، قفشة وسط من اللافندر، يحطهم في كوب ماي، يصب عليهم ماي حار يطبخ، ينطر عليهم 10 دقائق، يصفي الماء يشرب. هذا أحسن حاجة، هذا مفعوله يبين بعد نص ساعة، يبدأ يشعر بحالة من الاسترخاء وهذا وكذا، بس أمور تصير طيبة جدا يعني. بس هاي شغلات بس سهلة جدا. يوميا استخدمها دكتور ولا ايش؟ وعند اللزوم، وإذا هو الحالة شديدة معاه خليه يشربها 2 مرات باليوم.